أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: نحن نخرج إلى البراري أيام الشتاء، ولكننا نجمع ونقصر وأيضا نتيمم مع وجود الماء، هل صلاتنا صحيحة؟ أما القصر والجمع فيجوزان للمسافر، فإذا كانت المسافة بين بلدكم وبين المكان الذي تقصدونه للنزهة تبلغ 80 كيلو فأكثر، وقد قصدتم هذه المسافة، فإنه يجوز لكم الجمع والقصر لأنكم مسافرون. وأما التيمم فإنما يجوز في حالتين: الحالة الأولى إذا عدمتم الماء، والحالة الثانية إذا وجدتم الماء ولكن لا تقدرون على استعماله لمرض أو لشدة برد، فيجوز حينئذ التيمم لكم ولغيركم. نعم.